صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الناس يفسر قوله تعالى للسائل والمحروم بأن المحروم هو الذي يجري خلف جمع المال ولا يستفيد من ماله. لا، هذا ما يستحق الزكاة ولا الصدقة. اللي عنده مال ولكنه ما يأكل منه هذا ما يستحق، لأنه ليس فقيرا. المحروم ما تقدم لكم أنه اللي يحتاج ولا يسأل الناس فيحرم بسبب أنه ما يسأل. قيل ومن المحروم أيضا المصاب بجائحة، كان عنده مال وأصابته جائحة وافتقر، هذا يسمى محروم، كما في قصة أصحاب الجنة: بل نحن محرومون. لما أن الجنة احترقت قالوا: بل نحن محرومون، أصابتهم جائحة، فيدخل في المحروم أيضا المصاب بجائحة. نعم.